كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كتمشي هاد مسعول يقول لك يشدوك وتا على كبر على العين. السلام عليكم، انا ابو شعيب الزروال، ساكن في مدينة الصويرة، الزنقة الشبانات 133 رقم الدار، وكنعانوا من هاد يعني هاد الدار أيلة للسقوط. أيلة للسقوط من 2017، وحنا كنكتب الطلب السابق. شفنا الدعامات ديرينهم، إمتى داروا هاد الدعامات؟ 2017، السيد القيد ربيعي هو اللي جا دار لنا هاد الدعامات، صيفط واحد اللجنة وجا دار هاد الدعامات. ومن نهار داروا دوك الدعامات واش عمر شي لجنة جات لنا؟ كيجو كيقول لك بين ديروكم بين ديروكم، وكيهودوا على الدرب، كيقول لنا 15 يوم 20 يوم ما كنشوفوا حتى حد. وشنو هما اللي يعني شحال من شكايه او الشكايات اللي كديروا تقريبا؟ كتبت للسيد القائد، كتبت للسيد الباشا، كتبت للسيد العامل، كتبت من شحال من سنه وانت كدير في الشكايه؟ من 2017 وانا كنكتب شكايات للسيد الباشا، وكتبت للسيد القائد هو الاول. نعم. كتبت للسيده القائده هي الثانيه، وعاود ثاني مشيت للسيد الباشا. نعم. دفعت ليه طلب، وعاود العامل دفعت ليه شي اربعه طلبات ولا خمسه. يعني من 2017 وانت كدفع؟ وحده دفعتها للديوان الملكي، وحده صيفطت عاود ثاني لوزاره الذكر. وزارة الداخلية ما كاين تجاوب. يعني شحال من أسرة تقريبا كاينة هنا في هذا الدار؟ 11 بيت اللي كاينة، شي 30 11 القاطين. أي 11 القاطين اللي كاينين. وحنا كنعانوا أودي أستاذ، كنعانوا من الحالة، حنا ضعفاء، وعطونا سكن ديال 14 مليون وما وفوش بين هاد الناس، قيدونا في هاك ديال تفو، كي مشينا قالنا ماشي ديالكم، وهاد الناس كيحرمونا العام اللي جا العيشة اللي كنعيشوا هاد العام كنعيشوها عام آخر، وحنا ماشي دول داك الناس، حنا شرفاء وعاش الملايين، وحنا جدودنا تقا مشاو للصحراء وناضلوا وجاو من الصحراء وجاو للداخل سكنوا، علاش؟ على الله الوطن الملك. وحنا دروكا كان جدي في حزب الاستقلال، كي كان من بركه كان علل الفاسي، كان مقاوم، جدي راه بالشهاده، وهاد الشهاده ديالو كاينه. وهاد الناس هما حرمونا دروك، كيردونا كنمشي عند شي سلطه كيقول لك انت غير بالبالي، وانت انا ماشي بالبالي يا استاذ، حنا كنهضروا على وليداتنا كنشوفهم يتكرفصوا، لا قرايه لا عيشه لا والو، تواش حشاك راه كندوب شوف بيت الماء، كتسنى جارك تيخرج اولا تدق عليه. ويلا كذوب راه يقول الله يمسخك هما كيسمعوا. حنا راه حنا تقهرنا، ما خلينا شي اداره فين مشينا. مشيت عند السيد الباشا قلت له ودي الحاله ديالي ضعيفه وكذا، رد عليا بواحد الجواب لا يرثى له، قال لي شدوك الرقيبات ويطوع عليك، ويلا الرقيبات كيوطوا على الناس في هذه المملكه، حنا اللهم انت حنا يديروا لنا شي حل ويحيدونا من هذا. راه حشومه تمشي عند السلطه ويقول لك شدوك الرقيبات ويطوع عليك، راه بشر بحالنا بحالهم، وجدودنا واخواننا وعمامنا وناضلنا معاهم، وغدا هما فاتونا بحاجه بسيطه، وحنا راه كيوطوا علينا استاذ كيهملونا. دابا الحاله ديال الدار هي في 2009 بانوا العلامات بانه بطيح، علامات بطيح، وقيدوا بنا سكن، جات الجناد عطاتنا راه كاين واحد قال لنا عندكم سكن ديال فوق ديال 14 مليون، قال لنا تخلصوا فيه 3 الملايين والاخرى تبقى وتبع البنكه. حنا الناس كون خلونا دارينا سكن قسيس هذه وتبعنا البنكه، راه انا غادي نشد شقه واخا يكون فيها بيت وكوزينه وبيت الماء، راني مواطن مغربي وكاين الناس بحالي حتى هما مساكن مغاربه وصواريين حرين، ولكن الصواريين هما كيخرجوا. يعني واخر شكايه درتي امتى؟ شحال دابا درتيها؟ يلاه درتها الديوان الملكي دوكا شي 4 شهور. شي 4 شهور جاني الجواب ديال البوسطه بالحمر، ذاك الجواب انا ما قاري. نعم. وما كاين والو. غنعس انا وولادي ربعه الناس، وكاين كينعسوا ولادو خمسه الناس. والله ودي استاذ الى كورونا قلت لك دوزناها ربعه الناس خمسه الناس بيت واحد، وتصورها انت راه حاشاك وحاشا الناس، صبروا على الحبس ما فيه هادشي. حنا حتى حنا مواطنين، عاش الملك، راه نقولها لي بحال عطوني بحال ما عطوني، انا ما بيتهمش عطوني، عطوني سكن وطبع البركه بحال الدار البيضاء، الدار البيضاء فيها العمران فيها الضحى فيها، حنا شادنا واحد كيخرج كيهلك فينا مدينه الصويره وكيقول لك سياحيه، التوريست كيدخلوا هنا كيضحكوا علينا، حنا حاسبنا حيوانات، الفار ما كيعيش هاد العيشه هادي، والله الفار ما كيعيشها بالله، وكيجي يدق الكرا وكيدي كراه، كيقول خلص لي كرايه ولا الكلبان، حنا شكون هاد المسؤول اللي بيحمينا حنا؟ بيحمينا وبيقول لك حنا الروح الوطنيه راه بدو كيحيدوها من هاد الناس من القلوب ديالنا وحيدوها من ولادنا. نديرو انا ماشي وطني، ولكن ولدي راه غدا وغدا تا هو يصبح بعالي ويصبح ولد جاري ويصبح وبتصبح واحد الطريفه كيقول لهم الطبقه الكادحه بتخرج متشرده وبتخرج الاجرام فين هادشي اللي كيقول سيدنا مال بين سنين هو كيغوط من ايام محمد الخامس هو كيناضل على البوبري بحالنا حنا، كيجي يقول لك الطبقه الكادحه ما حشوماش عليهم، حنا الطبقه الكادحه، حنا الله قال المساكين وبنو السبيل، حنا فقراء وعاش الملك وها الوراق ها انت ها الوراق وزداد وسمح لينا واخا اسمح لنا ها انت استاذ ها انت استاذ هاد الناس داروا فينا العصابه انت ها انت السباعيين كنخرطوا معاهم باش الا كان شي حاجه كنمشيو معاهم ها ماشي تا تحرر الصحراء
هي كيلبس هدون، انا ما خلش واحد الله يعسينا وعاش الله، كيلبس هيدون وكيمشي للقرقاد وكيقول لك ابي لا سير سير، كي كتكون العصا وكتكون مقاتله كيما هادو جدودنا فيها، سير كي كتكون العصا وتكون مقاتله وسير بوجهك حمار ماشي تا كتبرد، هي كيمشيو ما يضربوا راه حشومه عليهم، خلونا حنا حنا سيدنا صيفطنا لنا ميزانيه تاع الفلوس باش ينقدونا بهاد، ها هي ما تهود هذه ما قتلتها غير ودار اخرى حدانا ودار، ما عمر الشبانه تخسروا على استاذ درهم. كم سنة وانت كتكون في هاد الدار؟ هادي شي 14 عام دابا. يعني كيما كتشوف الحالة دابا ديالها مهددة بأنه باتهود. باتهود وحنا ما عندنا فين نمشيو، ما عندنا باش نكرو، ما عندنا. 40 عام وأنا كنسكن في الملاح ولا حوني بلا لا استفادة بلا والو، عطاوني 4 المليون. دالي غال كراوانا دابا. نعم. دالي صغار. عندك وليدات؟ اي عندي الولاد نعم سيدي جوج دريين باقيين صغار. يعني درتو شي شكايه لشي مسؤول ولا شي واحد؟ عام شكايه درناهم ما عنديش لنا الوراق الا بغيتي نجبدهم نوريهم ليك. شحال من سنه وانتم ما درتو شكايه؟ شحال هذه باش درتو الشكايات؟ درنا شي عام دابا هذا. لكن الدار تقريبا شحال وهي بانوا عليها العلامات بانه بطيح، شحال من سنه هذه تقريبا؟ وشي 7 سنين ولا 8 سنين. ويلا عام هذا باش درتو شكايه؟ نعم. جاو غا من مورانا ما سكنوا، ما عندهم لا توصيلات لا والو، سكنوا غا عام وعطاوهم الاستفاده، وحنا 40 عام وخرجونا عندنا الوراق، عندي كل شيء باقي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.